صباح الخير سيدات سادتي، وصباح الخير أبنائنا الطلبة، وكل عام وأنتم بخير. نهاية الترم الأول، وزي ما وعدناكم بأشياء مفاجآت للمراجعات بتاعتنا إن شاء الله. فزي ما وعدت، سنة خمسة ابتدائي تجريبي لغات بمراجعة اليوم، فإحنا بنقول صباح الخير على الجميع، وبنرحب بأول مراجعة لنا إن شاء الله في علاقتنا النهاردة. صباح الأمل طبعا والتفاؤل وكل حاجة جميلة في الدنيا، صباح النجاح والتفوق لكل طلابنا الأعزاء. طبعا يا مستر، زي ما احنا عارفين ان الريدر او النوفل او القصة بتمثل عائق كبير جدا جدا على كل طلابنا، يا ترى في حل ولا لأ؟ وطبعا ماراثون الامتحانات بدأ وتحدد دلوقتي، ففي حل اكيد في المشكلة دي. 27 و28 صف الخامس اللي هو موضوعنا النهارده ان شاء الله. تمام، قصتنا هنشرح ايه بقى؟ الريدر طبعا جانجل بوك. جانجل بوك. تمام، في تشابتر 1 ده المقارنة على سنة خمسة الترم ده. تمام، فاحنا جهزنا بعض الافكار البسيطه كده بحيث اولادنا الطلبه ما يبقاش فيه صعوبه ولا اي مشاكل. كبدايه ابتدائي لغات، خمسه ابتدائي لغات. تمام، القصه باختصار بتمثل مثلا حدث في الغابه، في طفل اتولد. فالقصه بتاعت الولد دون ماوغلي. تمام، اسره كانت عايشه في الغابه، فقدت الطفل، وطبعا في حيوان مفترس اللي هو النمر اسمه شركن. تمام، ده اضع الاسره، واصبح الولد هو الطفل الوحيد اللي موجود، فهو بيطارده. يعني الاسره دي كانت عايشه في الغابه. في الغابه بالظبط كده. تمام، بقى انتهى الاسره، الطفل ذات نفسه بيتحرك بكل بساطه وبيخش في الكهف الخاص بالذئاب. وكان ده يعني على وقت زي المغرب مثلا كده. تمام، فطبعا ده بالنسبه للحاجه للحيوانات شيء مفاجئ. ان هو لاقي طفل قدام، او ابن انسان زي ما بيقولوا، داخل بمنتهى الشجاعه كده وقدامهم كده عادي خالص. اصبح يعني اثار اللي هو الدهشه ما بينهم جدا. فاصبح في فازر وولف وفي ماذر وولف، ده كلهم ان ايه في كهف كده. ان كيف اوكي، لو قلنا القصه مثلا تبدا بايه، في مكانها بالظبط حته اسمها سيونيز هيل ان سوزرن انديا. دي منطقة في جنوب الهند. جنوب الهند. تمام كده، عبارة عن كده. تمام. In the cave, father wolf, mother wolf lay. Okay. Beside them, جنبهم في four cups. What are cups? Cups اللي هم ايه؟ اللي هي الأشبال الصغيرة. الأشبال الصغيرة. Four cups. تمام. Okay. بعد كده بيظهر شخصية من الشخصيات اللي هي يعتبر ايه؟ داهية في الغابة. مين بقى؟ طباكيو. ده شخصية قذرة ده. أكيد يحمل الأفكار السيئة وغير محبوب بالمرة في كل مكان. لازم في كل مكان في شخصية دايما بتعمل قلق، بتعمل مشاكل. تمام، اسمه طباكيو ذا جاكل. أوكي، دخل المنطقة، فبالتالي بيحاول يوجه كلام لمين؟ لفازر وولف في الوقت ده. فعامل حقد طبعا، يقول له واتس ذير، يعني أنت في إيه؟ أوكي، طباكيو تولد هيم ذات شركن كيم تو ذا بليس تو هانت. طبعا ده خبر صاعقة بالنسبة للحيوان في منطقة نفوذه، ان يخش واحد تاني يصطاد في نفس منطقته. تمام. فطبعا فازر وولف واز انجري اند اسك التباكي وات از ذات اند واي ذا لو اوف ذا جانجل. طبعا مملكة الحيوانات فيها قوانين بتحكمها، موضوع مش اذا البعض يعتقد زي البشر كده، زي البشر بالظبط، في قوانين وفي مبادئ ماشيين بيها تماما نفس الكلام. فهنا بقى بيبدا يواجه طباكيو مع فازر وولف وتحديات. ناخد فكرة عن طباكيو، هو استباكيو حضرتك بقى. عامل اسئله كده ولا سايب؟ في عناصر طبعا للكلام ده ان شاء الله. تمام، عشان الطلاب برضو يرجعوا لها. لا موجوده طبعا، وهبدا نتكلم عنها بعد تجهز الاول. تمام تمام، نبدا ندي فكره عن هو استباكيو. يبقى طباكيو از ا جاكل، از ا باد انيمال. تمام، ذيس انيمال از هيتد نوت لافد باي اول انيمالز. اوكي، بيكوز هي رانز اراوند making a trouble among animals. Okay. مشاكل في كل حته، مشاكل كل حته everywhere. He moves with trouble, problems everywhere. Okay. تمام، he eats everything. Everything. Everything and anything. Oh. Whatever, everything. No difference in any food. يعني بياكل كل شيء اللي قبله. تمام، this animal, okay, faced with father wolf, told him everything about that. Okay. Shurken is or as a tiger is not okay is not loved by all animals too because he is hunting everywhere. The villagers اللي هم سكان القرية hated Shirkan because he what he hunted cows everywhere. Oh. Farmers loses
lose cows everywhere. So this is what a big loss. دي خسارة كبيرة. Okay. So they chased him. طردوه. So Shurkin went to the jungle to hunt and left the village. خلاص ترك القرية واتجه للايه؟ للغابة عشان يقدر يشوف شغله. أو يبدأ يصطاد براحته. Father Wolf, Mother Wolf stand and they are very angry about that. Okay. At this time, Shurkin tried to enter the cave. But he couldn't enter the cave because Shurkin as a tiger is very large, very big. Okay. And the wolves are small. Small. Can't. Okay. So they are safe. They felt safe inside the cave. Okay. After some trouble between them, Shurkin left the place. After that came another boy. As we said, Mowgli. 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 بيخش الكهف تمام وطفل صغير لسه يعني بيمشي على رجليه مش فاهم حاجه خالص ولا قدامه مجموعه حيوانات فبيتعامل بطوله طبيعيه خالص تلقائيه ماذر وولف طبعا الام استقبلته باسترحاب ايه الشيء الجميل ده أوه. اه يعني حاجه رائعه إيه لا هم طبعا بيعرفوا ان ده ايه ابن انسان هم فاهمين ده إيه اسمه مان كاب مان كاب يعني ايه ابن الايه ابن الانسان رحبوا بيه جدا اتفضل تمام وطبعا اخد وجبته في وسط الصغار تمام كمان اكلته اكلته طبعا ده شيء جميل و فازر وولف واز انجري why did you do that she said he came not scared طبعا هو دخل بكل شجاعه طبعا ده عجبهم جدا فاخد مكانه في وسطهم اصبح كده في 4 كابس وايه ماوغلي زمان كاب زمان كاب تمام كده اوكي after that what happened father wolf waited mother wolf said I will have him as a son انا هتبناه طبعا الموقف هنا خطير فازر وولف شد how can you decide this انت بتقرر كده ازاي he's a man he's a man he is not a wolf like us okay and he said the law of the jungle يبقى ترى بقى نرجع لقانون ايه الغابه هو اللي يحدد قانون الغابه لازم يحدد لي انا هتكلم ازاي او هعمل ايه what is the meaning of it ايه هو عباره عن ايه قانون الغابه the law of the jungle okay بيقول ايه القانون بيقول ده في عندهم حاجه اسمها ميتنج روك المقابله على الصخره تمام المقابله على الصخره دي كل شهر بتتم وان ذا مون از فول لما القمر يكون مكتمل كله موجود جميع الذئاب الصغيره تكون حاضره وطبعا كل الوفد كله بتاع الذئاب موجودين تمام الذئب الكبير بيبدا يحدد اللي هو ايه قائدهم اسمه اكيلا اكيلا ده اللي هو ذا جري ليدر يبدا يقول لهم بص عليهم شوفوهم ليه بقى لان الذئاب الكبيره لما بتبص على الذئاب بالظبط بتعرف شكلها بتعرف ملامحها فبالتالي مفيش هجوم بينهم داخل الغابه يبقى القطيع كله في امان تمام كان ده بيحصل كل ايه كل شهر every month تمام فطبعا الخطه ان هو ايه هياخدوا ماوغلي وهيقدموه للقطيع في الوقت ده تمام after finishing بعد ما خلصوا عرض كل الذئاب الصغيره وكله اصبح في امان تمام واصبح كله يعني تمام في فازر وولف ماذر وولف ومعاه ماوغلي بوش دهم يعني زقوا كده يلا معاهم اخرج اخرج معاهم طبعا اكيلا هو سربرايز هو ذس تولد هيم امان كاب اكيلا ويلكمد هيم امان كاب ذا لو اوف ذا جانجل تولد اس الكون بيقول لنا نوت كيل امان كاب اوعى تقتل انسان بيكوز اف يو كيل امان اول بيبل كام ويز جانز دي بقى مشكله بقى هتقتل انسان كل البشر التانيين هيجوا يدافعوا معاه فطبعا هيخش اي في حد اتقتل يبقى فيه على طول هجوم بشري طبعاً. بالبنادق فكل حياته كلها هتموت خساره كبيره عارفين كده هم مدركين وعارفين كده كويس كي. تمام فكده يبقى فيه خطر عليهم تمام فاصبح هنا اكيلا يبدا يقول I want two animals speak for him not father not mother انا عاوز شخصين منكم ما يكونش لا ابوه ولا امه يتكلم عنه يدعمه لازم يكون حد يضمنه تمام كده في اثنين مين طبعا مين الماستر او تيتشر اوف ذا لو اللي هو ايه مدرس القانون بتاعهم بقى اللي هو اسمه ايه بالو ذا ليزي براون هو تيتشز لو اللي بيعلم الذئاب القانون بتاع الايه الغابه اوكي هي سيد اي ويلكم هيم اي ويل تيتش هيم انا اقبله واي نوت اتفضل معانا تمام اكيلا سيد جاب رئيس الذئاب عاوزين واحد تاني بقى هنا بقى ظهر بانسر بقى ده شخصية عملاقة خطير ملوش حل في softly came and asked can I speak ممكن اكلم
politely. He said, yes, I can accept him. I can support him. Okay. Why not? يعني ليه ما ناخدوش؟ احنا ممكن نربيه عندنا. And they said something, all the wolves cheered up. كله هيس بقى. Oh. I have a present for you. تمام. فهنرجع برضه لبعض الافكار كده ممكن ننظمها في الورق بتاعنا. حاطين اسئله بقى ولا؟ اه في اسئله طبعا. طبعا وفي اجابات. عشان نعرف طريقه الامتحان والدنيا بتبقى عامله ازاي. يبقى في طبعا اسئله. معانا طبعا اعضاء كنترول. تمام. انا عاوز الورقه اللي رقم كام؟ لا الورقه رقم 3 ان شاء الله. اوكي. انتر ذا فولوينج كويشنز. طبعا يا جماعه الستوري تيجي في الامتحان على هيئه سؤالين open ended question وسؤالين كومبليت. اوكي. تمام. فاحنا هنركز على الجزء الاكبر او الجزء المهم. هي القصه دي عباره عن فصل واحد؟ اه هي شابتر 1 بس اللي عندنا يعني ان شاء الله. كل اللي احنا شرحناه ده القصه. ده بالنسبه لي الجزء ايه؟ المقدمه ان شاء الله. تمام. نبدا بقى بالاسئله. في هنا سؤال where do the family of wolves live؟ ده السؤال ده في صفحه رقم 3. Where do the family of wolves live؟ هما بيعيشوا فين؟ The family of wolves live on okay, Sunni's Hill in southern India. تمام؟ دي الإجابة اللي موجودة في صفحة 4. في بعد كده هنستعرض نقطة أخرى ونقطة طبعا مهمة جدا. النقطة بتقول What do you know about Tapakio? What did Tapakio tell Father Wolf? طبعا النقطة دي فيها إجابة طويلة فأنا الصفحة الصفحة رقم 6. الصفحة رقم 6 معنا. He told Father Wolf that Shirkan was coming to hunt in the place. طبعا ده الخبر اللي هو سيء اللي نشره. Okay. Tabakio is a bad animal. All animals hate him as he is making trouble among animals everywhere. He eats anything and everything, even the old clothes from the village. All the clothes? Everything, even the clothes. He doesn't leave anything. ما بيخليش طبعا. فطبعا حاجة بشعة جدا. جدا. ولكن هو طبيعته كده. Number 7. كده 7 إن شاء الله معانا. Number 7. 7. What did the law of the jungle say about hunting man cub? ايه راي القانون اللي داخل غابه في صيد الانسان؟ احنا قلنا طبعا القانون بتاعنا صفحه او بيج 8. Animals mustn't kill men as people can come with guns and all animals will be in danger and trouble. برضه قلناها من فتره او كنا لما في اي حد بيتقتل جميع البشر هيجوا يقضوا على الحيوانات بالبنادق على طول وبيخلصوا عليهم في لحظه. فطبعا الحيوانات عامله حسابها في موقف زي كده. Don't kill people. اوكي. Page 9. Who came into the cave not scared? What was his reward? الشخصية اللي دخلت الكهف مين؟ بكل شجاعة مين؟ مين الشجاع وإيه الصغير؟ وإيه المكافأة اللي أخذها؟ طبعا أخذ مكافأة كبيرة جدا. طبعا ماوغلي دخل الكهف بكل شجاعة. تمام؟ وكانت جايزته ماذر وولف الأم ذات نفسها تبنته. And give him meal وكمان وجبة في وسط الآخرين. تمام كده؟ فده اصبح جائزه جميله جدا حتى اثارت غضب اللي هو الزوج فازر وولف. اوكي. بيجتن. ماوغلي كيم انتو ذا كيف وين اتس دارك نوت افريد نوت سكيرد مش خايف ولا مرعوب. ماذر وولف ريورد هيم باي الاوينج هيم تو هاف ذا ميل زين تو بي هير سون شي كولد هيم ماوغلي ذا فروج. يبقى المكافاه عباره عن ايه؟ اجزاء. اخذ وجبه اصبح فرد من الاسره وسميته كمان اسم ماوغلي ذا فروج او ماوغلي الضفدع الصغير. طبعا دي حاجه جميله جدا ان هو ياخد اسم في الاسره وطبعا ما كانش مقبول في الاول. طبعا حاجه جميله جدا ان يعني انسان يتربى داخل اسره حيوانات. تمام. كان في كرتون تقريبا على نفس الوقت. هو نفس الكرتون بس الاحداث ايه فيها حبه اختلافات. بيجي 11. When is the meeting rock? Why is it important? ده اتكلمنا عنها القائد اكيلا اللي هو قائد الذئاب. طبعا لازم يكون قوي جدا. لازم يكون ضخم جدا يقدر يدافع عن القطيع. اوكي. في مقابله بيعملوها كل اسبوع. Every month. Every month. When the moon is full عندما يكتمل الايه؟ القمر كده كله قاعد في النور. تمام. المقابله دي هدفها ايه؟ الذئاب الكبيره تعرف الذئاب الصغيره فبالتالي ما بيكونش في خطر
عليهم اطلاقا ان هم يتحركوا في اي مكان وفي اي وقت. تمام تمام كده. تمام. استغل موقف وعرضه موجلي قدامهم، فطبعا كانت الرأي اكيلة، عاوزين اتنين كبار يدعموه واتنين يوافقوا عليه. متفاضل المرض مش الامومة. بيج 12 طبعا معنا دلوقتي صفحة 12. Every month when the moon is full, all wolves came to stand of him, okay? So all adult wolves know them well and didn't attack them in the forest. كل حيوان تعرف بعضها، كان زي مثلا تعرف عائلي. Okay. احنا كلنا كده قطيع واحد، كل يعرف بعضه، الصغير يعرف الكبير والكبير يعرف الصغير، ما بيبقاش في حد يهاجم حد او يقضي عليه في اي لحظه داخل الغابه. في بيج دلوقتي 13 صفحه 13. Who is Akela؟ ده طبعا شخصيه مهمه جدا في القصه ولازم نعرفه. What rules for allowing Mowgli in the pack؟ ده اللي بيحدد قوانين القطيع. تمام. اكيلا لو حابين نعرفه is a gray big leader، قائد كبير جدا في القطيع. حتى قانون I wanted two animals not father not mother، لا يكونش اب ولا ابوه، اللي هو ماوغلي يعني يتكلم عنه، وضمانه قلنا مين يتكلم؟ بالو ذا تيتشر اللي هو المدرس بتاعه، وباجيرا ذا سترونج بانسر، وده ملوش يعني كلمته واحده ما بتتغيرش وقوته شرسه. حتى في ال هي از بلاك لايك نايت، من قوه السواد بتاعه لايك نايت يعني شبه الليل. دينجرس منتهى الخطوره اند سكيرينج. الصوره او السؤال نمبر 15 في بيج 14 طبعا الاجابه طبعا قلنا باستفاضه اللي هي خاصه باكيلا. احنا دلوقتي 15 دلوقتي 15. احنا اوكي 15. Why did the wolves accept Mowgli؟ احنا دلوقتي في السؤال بيج 15. Why did the wolves accept Mowgli؟ ليه قبلوا؟ يبقى هنا قبول الانسان ده داخل القطيع بشروط، مش اي حاجه كده وخلاص. تمام. لا نمبر 1 هنقول مثلا بالو جود ووردز، يعني كلام بالو الجميل، ان هو بالو قال جمله كويسه انا هعلمه. هي سبورت هو دعمه. يعني هو انا المدرس بتاعه وانا انا كفيل بيه، انا هعلمه. يبقى كده اصبح الموضوع متاح خلاص. تمام. المدرس يتكلم خلاص كده، ايه كلمته مقبوله. تمام. Because of the present، طبعا اي حد عاوز يجذب حد لازم يكون فيه يعني رشوة. مجاملات رشوة. حتى الرشوة في الحيوانات برضه موجودة كمان كمان فينا مجاملة موجودة رشوة. بالنسبة للحيوانات برضه. تمام. طبعا هو التيتشر اللي هو بالو قال I will teach him، أنا هعلمه. تمام تمام كده. باجيرا اللي هو طبعا بلاك بانسر، طبعا شخصية قوية وجدرة بالاحترام. عرض قال لهم إيه بقى؟ طبعا يو نو اللي كل الذئاب بتبقى شرسة وجعانة. جدا. هي اوفرد هيم اي اوفرد يو افات كاو نيولي كيلد، يعني لسه صيدها امبارح. نوت فاراوي، مش بعيده، قريبه مننا هنا. طبعا لما سمعوا الكلام ده لازم يقبلوا هيم ليف، وعلى طول انطلقوا في العباره ليت هيم ليف، سيبوه يعيش احنا ما فيش مشكله. وعلى طول طاروا ورا منه يشوفوا فين الايه، فين الهديه. ما هي رشوه او هديه دسمه جدا. دسمه جدا، فات كاو يعني حاجه مش بسيطه. تمام. فطبعا اول ويلفز سيد يس واي نوت اكسبت هيم، احنا عاوزينه. Let him live and they left him وراحوا فين بقى؟ على ايه؟ ذا فات كاو. كده احنا بيج 16 خلاص. بيج 17. Why did they teach؟ What did they teach Mowgli؟ What did Mowgli learn؟ هو طبعا ممكن سؤالين. السؤال بصيغتين. بشكل او بشكل، هو بصيغتين طبعا. هو هم علموه ايه؟ تمام. وهو اتعلم ايه؟ تمام. يعني الاجابه تبقى واحده في كلام حد، الاجابه تبقى واحده، وفي نفس الوقت السؤال اللي ممكن يبقى يجي بشكل مختلف. يعني هم درسوا له ايه؟ طب هو اتعلم ايه؟ تمام. طبعا الاجابه هنا انا قسمتها نصين عشان برضه تبقى سهله على ابنائنا الطلاب. السؤال ده في صفحه 18. They taught him Mowgli so he understood، بدا يفهم كل حاجه. understood يعني بدا ايه؟ يستوعب. تمام. فهم ايه؟ every sound. تمام. every song. every splash. طب every sound in the trees، لو سمع همسه في الشجر يعرف ده ايه. طبعا ممكن احنا ماشيين في الشارع في اشجار نسمع دوشه كتير بس ما نعرفش نحدد ده صوت طائر ولا صوت اي حيوان في الشجر، ما نعرفش. هو فاهم الكلام ده كله وتعلمه. every sound in the trees. every song of the birds، حتى الطيور لما بتغني يعرف نوع الطائر اللي بيغني. كمان والكلام ده هيبقى فيه حوالي شابتر 5 جوه القصه، فيه حدث بكده خاص بالكايت اللي هو الحدايه، فهي انقذته وعملت له جميل كبير جدا ان هو عارف صوتها وشاور لها واتكلم معاها. تمام. تمام. every splash in the water، حتى صوت الميه له ترجمه عندهم، فطبعا كان ده كله هو اتعلمه بجداره.
ما شاء الله، كأنه حيوان اه كأنه بالظبط. اه طبعا بتعلم بلغة الحيوانات، زنان. وكان ده حصل في قصة حقيقية في الهند وتم اكتشافها فيما بعد. يعني دي كانت قصة حقيقية قبل كده؟ حصل في الواقع، موجودة في أبحاث عن الكلام ده، وفي الهند برضه في بعض الغابات حصل اكتشاف بني آدم بنفس طبيعة الحيوانات. أنا شفت بس الكرتون صراحة لا يعني، في الواقع موجودة، بس كانت وأنا وحشة شفت جدا. البحث ده وكان حقيقي وحاجة طبعا ملهاش حل. تمام. موجود ليرن تو كلايم تريز لايك مانكيز، سويم ان ذا ريفرز لايك فيش، هانت فور فود از اني انيمال ان ذا جنجل. علموه ازاي يصطاد وازاي يتسلق وازاي يمشي في الميه بكل جداره كانه بالظبط حيوان. بيش 20 احنا كده احنا القصه خلصناها الحمد لله كده بالنسبه للاسئله. لكن نصيحتي لابنائنا الطلبه بقى، وانت بتقرا القصه ما تقراش في اي حاجه خارجيه غير القصه نفسها اللي هي موجوده دي مثلا بالظبط، يبقى مصدر المعلومه في القصه نفسها. بعد كده تقدر تحل في اي كتاب، اي ملخص، اي شيء انت عاوزه. تمام. الجزئيه الثانيه بقى اعزائنا الطلبه هتبقى خاصه بالقواعد والجرامر. احنا عندنا في فوت برنتس كتابنا المقرر سنه 5 لغات، في تو يونتس المقرر عندنا هما وحدتين بالظبط. تمام. يونت 1 في بعض القواعد موجوده فيه، في حوالي 5 قواعد أو 6 هنحاول نلخصهم كده ان شاء الله بحيث يبقى برضه ناخد فكره عنهم. هنستعرض دلوقتي على الشاشه صفحه 21 21 she was able to swim when she was 7. طبعا هنا في استخدام لجرامر could. could كلمة could وكلمة couldn't دي حتى خلناها فيما قبل معناها القدرة. اه بس في الماضي بس in the past. 21 21 كلمة could معناها استطاع، كلمة couldn't معناها لم يستطع. تمام. دي البسط بتاع مين؟ ها بتاع كان وبتاع كانت. وكان وكانت وكل وكنت وراها فعل فين؟ في المصدر. تمام. فبيجي لي جمله زي كده she was able to swim when she was 7. مطلوب منك تستخدم could بكل بساطه، لازم تكون مدرك ان في هنا جمله بتساوي الكلمه دي لازم نشيلها. هي able to بالظبط able to، لا هي was able to. اوكي يبقى she could swim when she was 7. الاجابه طبعا في بيج 22 هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم. She could swim when she was 7. ايه اللي حصل؟ حذفنا was able to وحطينا ايه؟ could عشان الجمله تبقى ماشيه سليمه. تمام. بيج 24 في عندنا سؤال تاني. She does ايوه her homework every day. عايزين نستخدم yesterday. مطلوب yesterday. طب هنا هنغير الزمن كله. تمام. حبايبي الطلبه برضه يعني نصيحه، الافعال الشاذه والافعال البسط تكون محفوظه 100% لان انت هتغير جمله من شكل الى شكل اخر. هي كده اصلا مضارع بسيط. هي كده ايوه مضارع بسيط يعني بريزنت سيمبل. انا عايزاها ماضي بس. بالظبط عاوزينها ماضي. تمام. حاجه ثانيه برضو، لما تبص للكلمه اللي في الاقواس لازم تعرفها لي دي ايه، اولها كابيتال اولها سمول، يعني انا هقدر اتصرف معاها ازاي. ايوه ممكن تعمل اشكاليه، ممكن طالب مثلا يخليها في اخر الجمله لو ما اخدش باله من الكابيتال والسمول. الكابيتال والسمول طبعا مهم، ممكن تبقى كلمه كابيتال ومكانها اصلا يبقى في الاول بس. فبيحطها في مكان خطا. لو حطها بقى في المكان يعني لو انا حطيتها دلوقتي في اخر الجمله وهي هي بالنسبه لياسر دي في الاول وفي الاخر هي تمشي كويس. بس عشان هو محدد لي حاجه معينه. بالظبط كده. تمام. فهنا الاجابه هتبقى yesterday she did her homework. دي في صفحه كام؟ 25. yesterday she did her homework. تمام. كده احنا خدنا بسط سيم النموذج عليه برضه عشان يبقى احنا ما سبناش في بسط سيم يونت 2. تمام. في بيج 26 they had a nice time last Friday. Not. برضو النيجاتيف بالنسبة لنا مهم جدا في تكوين الأسئلة، وده خدنا فيه أكثر من 4 أو 5 قطاعات. يعني okay. مثلا verb to be am is are. Not يبقى am not, I'm is not, not are not. بعض الطلبة ألاقي مثلا وكان ده بنشوفه بعينينا يقول لك مثلا إيه don't am أو am يحط فعل تاني. لا هو verb to be إحنا بنقول verb to be خاص بنفسه. Am يبقى am not. تمام. Is not. not. Are not. البسط برضو was. Was not. Was not. Were not. لكن البسط من الافعال الاخرى بقى دي فيها كلام تاني. يعني مثلا الجملة اللي قدامنا اللي هي في بيج 26 بتقول They had a nice time. هنا في had. ده بسط سمبل بس ده مش verb to be. تمام. ايه الحل معاه؟ ما هو دلوقتي عاوز نفي، فالمفروض ان انا ارجع بالزبط. الفعل لاصله. بالظبط. اصله يبقى present. تمام. ده عاوز طالب يكون حافظ الافعال present وبسط. تمام. تمام كده. هنا في هاد المضارع بتاعها يبقى ايه؟ هاف. في هيقول لك في هاف وفي هاز. لا انا بتعامل مع ايه؟ مع الفيرب الكبير هاف. ايوه عشان كمان. تمام بالزبط. تمام ايوه كده. يبقى هنا زي didn't have a nice time last
فرايداي، ودي موجوده في بيج 27. تمام 27 اجين زي didn't have a nice time last Friday. تمام تمام. السؤال الاخير موجود معانا برضو، واللي برضو الطلبه الاعزاء ياخدوا تكوين السؤال. سنه خمسه طبعا تكوين السؤال بالنسبه لنا مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ليه؟ عندنا محادثه، اول سؤال بيجينا في الامتحان حسب المواصفات الجديده. طب ايوه دلوقتي المواصفات الجديده نظامها ايه؟ في مواصفات وفي تعديلات الطالب بتاعنا برضو لازم يكون عارفها. يعني مثلا باختصار كده هديك المواصفات بعد ما نخلص الجزئيه اللي بتاع السؤال ده. تمام. They were at the zoo last week. Ask was where. طبعا هنا الكوتشن مع السؤال مع فيرب تو بي سهل جدا، هو عباره عن حاجه اسمها انفيرجن، بنقلب الايه؟ السبجكت مع الفيرب. المقص يعني. بس كده مقص. ايوه هو بيقول اعمل مقص. ده فيرب تو بي، المقص مريح جدا. تمام. يعني هتبقى السؤال طبعا وير، يبقى وير وير زي. تمام. لاست ويك. في برضه نقطه ثانيه مهمه حبايب الطلبه، هنا ممكن نقول مثلا وير وفيرب تو بي بنعمل مقص. تمام. الاجابه موجوده في 29 وير وير زي لاست ويك. تمام كده احنا وصلنا لجزء تكوين السؤال. برضه نصيحتنا تكوين السؤال اداه استفهام، الفعل المساعد اللي هو مثلا ديد او دو او داز، بعد كده الفاعل سبجكت، بعد كده الفيرب انفينيتيف. وبرضه في حاجه ثانيه بيقع فيها برضه حبايبنا الطلبه اللي هي ايه بقى؟ بيسيب الاجابه جوه السؤال. يعني هنا اصلا كان في ادزازو ممكن ان هو يحطها برضه، يحطها تاني في السؤال. طيب انا دلوقتي استفدت غلط. خلاص صفر، ما تنفعش. يعني ممكن كمان الكويتشن مارك يعني المصحح يحاسبني عليها لو انا ما حطيتهاش؟ لا هو ممكن يعني بتبقى نتغاضى عنها لو التركيبه او الجرامر صح. تمام. بس احنا برضه عاوزين الشكل يكون بيرفكت. تمام. شكل مثالي. نيفر بوت وات يو ار اسكينج اباوت، يعني ما تحطش اللي انت بتسال عنه جوه السؤال تاني. تمام. لان ده تعتبر كده ايه؟ زيرو. بتجاوب على نفسك. بيجاوب على نفسه. تمام. تمام. دلوقتي برضه لنا لقاء مع السبوره في الباراجراف، وقبلها طبعا قلنا الباراجراف برضه لطلبات لطلاب اللغات ولا طلاب الغلابه اللي زينا ما لهمش اي نصيب خالص؟ لا الباراجراف طبعا لكله، على كله مكرر. تمام. والمواصفات طبعا بالنسبه لنا قلنا اول سؤال ديالوج اربع فقرات. اللي تشوز فيه 10 فقرات، خمسه جرامر وخمسه على الفوكاب المفردات. تمام. وفي بعد كده الرايت، قلنا في خمسه الرايت. في بعد كده الباثج القطعه الكومبرينشن، في اربع اسئله. تمام. تمام. في الريدر أربعة، اثنين اوبن اندد وات وير، واثنين كومبليت. في الباراجراف وفي عليه حوالي سبع درجات ناخد بالنا منه، لان درجه زادت جدا، هم 5 سنتنسز خمس جمل بسبع درجات، اصبح كده الموضوع مهم جدا. جدا. في سؤال جديد اسمه فورم كويشن، تكوين السؤال. ده جديد، يبقى كده عندنا تكوين السؤال هيخدمني في خمس جمل في التشوز، وخمسه واربعه في المحادثات، واثنين في الاخر، كده الدرجه اصبحت درجه ايه؟ عظمى. تمام. دلوقتي على الصبوره ان شاء الله ممكن نناقش مع بعض الباراجراف ده، بالنسبه لنا مهم جدا جدا. في بعض المبادئ للباراجراف نحب نطبقها معاكم حتى اي ان سبجكت. تمام. لو خدنا بالنا ممكن نفضي كده مع السبوره. تمام. بنفقد درجات كثيره بسبب الموضوع طبعا. الباراجراف بيشكل فيه درجات كتير بتضيع جدا. طبعا في عندنا 7 ماركس في تبع الدرجات هنا. تمام. على الباراجراف. تمام. لو قلنا مثلا سكول، هتبدا باراجراف ازاي؟ طبعا البعض بيبدا هنا، لا بنسيب 1 سنتيمتر، يبقى هنبدا هنا كده ومثلا نقول ايه ماي سكول از كلين، اند شوف هنبدا منين؟ اول سطر. تمام. اند اوكي نقول تايدي، اوكي نظيفة ومرتبة. طبعا البداية كابيتال ليتر فول ستوب. تمام. إيه. حاجة تانية الزمن يكون زمن واحد ما ننوعش. تمام. ماي سكول از كلين اند بيج. زير زير ار ميني كلاسز. تمام. تمام. ده الجملة التانية برضه هنا في بريزنت سيمبل. تمام. تمام. ممكن نقول برضو I study English and science. تمام. تمام. برضو I always
get hi Marcus. هو عاوز مني كم جملة؟ 5. شوف كده 1 2 3 4 5 I like my teachers school. Okay. بص كده للجمل هتلاقي انا بدأت 60 سنتي. اوكي كابيتال لتر كل جملة كابيتال لتر اولها شايفين كابيتال لتر كابيتال لتر كابيتال 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 دي بداية صحيحة. اخر كل جملة فيه فل ستوب. بعض الطلبة برضه يقول لك مثلا حط كويشن مارك. لا طبعا ممنوع طبعاً. دي جمل عاوزة فل ستوب تمام ما كترش. والازمنة كمان واحد والزمن طبعا زمن موحد بريزنت سيمبل. هنا از هنا في ار ها ستادي في عندنا جيت في عندنا لايك دي كلها بريزنت سيمبل يبقى لها واحد الزمن. بطل سيمبل يبقى كله بطل سيمبل. بريزنت سيمبل يبقى كله ايه بريزنت سيمبل. ما ينفعش انوع واخلي هنا واحده بست واحده كونتينوس واحده بريزنت واحده جات. ما ينفعش الكلام ده طبعا بيضيع منك درجات. الشكل العام البنكتوشن يا جماعه طبعا السيفن ماركس دولي درجه كبيره ما هيش شويه 5 على كل جمله في درجه في 2 ماركس زياده دول ايه بنكتوشن الفول ستوب الكابيتال السبيلنج لازم يكون سليم 100%. تمام نصيحتي برضه للطلبه المحترمين ما تاخدش كلمه او تكتب كلمه ما انتش عارفها. يعني اختار الكلمات البسيطه حد كده افعال معينه انت حافظها متاكد منها تكتب بيها عشان تجيب درجه انت حابب تجيبها ان شاء الله. تمام وكده يعتبر ملخص بسيط للباراجراف لان ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا 7 ماركس مع النظام الجديد والمواصفات الايه الجديده جديده. تمام في فصل فاصل ان شاء الله ونواصل معاكم بعد الفاصل باذن الله.